من شويه واحنا كنا بنتكلم عن خطوه اكتشاف المواهب المحترفه اللي بتحمل جنسيات مزدوجه، وقلنا الجامعه التونسيه يعني شغاله على الملف ده، وبرده ايضا الكابتن محمد وهبه في منتخب مصر مواليد 2006 شغال على الخطوه دي. دي خطوه مهمه جدا، عندنا لعيبه مميزه، عايزين اللعيبه دي اللي احترفت او بتلعب بره ممكن الظروف عمل والدها مثلا الوالد اللاعب او خد الخطوه دي من بدري، ان احنا نتابعهم، ان احنا دايما نسلط الضوء عليهم، ان احنا نديهم فرصتهم في منتخب مصر، ممكن نطلع بنجوم زي محمد صلاح وزي تريزيجيه زي اللعيبه دي. دي خطوه مهمه جدا، عشان كده احنا النهارده معانا فقره مهمه جدا، معانا لعيب احمد عثمان لاعب فريق شباب الانيا سبور التركي، هيكون معانا دلوقتي، عايزين نتعرف منه. بدا الخطوه في نادي الانيا سبور التركي من بدري، بدا خطوه الاحتراف من بدري. في البدايه بنمسي عليك يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن اسامه، اتشرف بحضرتك طبعا. اخبارك ايه؟ والله تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى في البدايه دلوقتي، مواليد كام؟ مواليد كام يا ابو حميد؟ مواليد 2003. انا 2003. بتلعب دلوقتي في نادي الانيا سبور التركي، مظبوط كده؟ مظبوط. من المحله لتركيا، صح كده؟ مظبوط. قول لي بقى الحكايه جت ازاي والبدايه جت ازاي؟ البدايه كلها جت من عند والدي، من والدي كان لعيب كوره زمان يعني، فهو الراجل حب يشوف اللي هو ما عرفش يحققه في زمنه يعني، حب يشوفه فيا، فدخلني اكاديميه تدريب لعيبه المحله وانا حوالي عندي 6 سنين 7 سنين كده يعني، بدأ من صغير يعني، وقعدت حوالي 10 سنين في النادي، وبعد كده جات لي فرصه في النادي الاهلي، مضيت وكنت خلصت استماره، وكان كابتن فتحي مبروك ساعتها هو اللي ماسك، واللي ما حصلش نصيب في المفاوضات بين البلديه والاهلي وكده، فخدت الخطوه اللي انا اسافر بدري، كان عندي 16 سنه ساعتها، خدت الخطوه وطلعت على نادي انطاليا سبور عن طريق السكاوت بتاعي، والحمد لله ربنا كرمني هناك، وقعدت سنه هناك في انطاليا، وبعد كده على الانيا، والحمد متكامل يعني. مظبوط. الفرق بقى، الفرق يا ابو حميد، الفرق ما بين يعني انت بدات في غزل المحله في الاكاديميات، وبعد كده خطوه كبيره في بلديه المحله، وبعد كده خطوه كبيره في الدوري التركي، الفرق ما بينهم؟ مظبوط. الفرق كبير طبعا في الامكانيات وفي الملاعب وفي المدربين والعقليه، فرق في كل حاجه طبعا يعني، الفرق مش بسيط زي ما الناس بتحاول ان هي توصله. الدوري التركي دوري قوي، والناس اللي شغالين فيه شغالين فيه باسلوب معين، فرق كبير يعني بين الامكانيات هنا والامكانيات عندنا في مصر. طموحاتك وامنياتك؟ الطموحات ان انا اكون طبعا مع الفريق الاول بتاعي دلوقتي، ده الهدف اللي قدامي دلوقتي، وان انا امضي العقد بتاعي ان شاء الله في اقرب وقت، وده اللي قدامي دلوقتي حاليا يعني، بعد كده ان شاء الله ربنا بييسرها يعني، خطوه خطوه يعني. برضو عايزين نعرف مركزك، مركزك ايه في الملعب؟ رقم بلعب رقم 10 ومركز 7 ومركز 11، اللي هو الثلاث مراكز اللي تحت المهاجم. في الهجوم كلها؟ اللي تحت المهاجم على طول. هل حصل تواصل ما بينك بين هنا المنتخب، منتخب الشباب، في حد كلمك، في تواصل حصل ولا لسه ما فيش تواصل؟ والله يا كابتن اسامه، والتواصل كله بيبقى سطحي، من ناس ما لهمش دعوه بالمنتخب او مش مسؤولين داخل الجهاز، بيبقى كلام ناس صحفيين كده، انما ما فيش حد داخل المنتخب تواصل معايا بجد يعني، او قال لي حاجه، ما حصلش اي تواصل خالص. ان شاء الله يبقى الفتره اللي جايه في تواصل وتكون موجود ان شاء الله. قول لي بقى مشاركاتك، سجلت كام هدف وانت بتلعب في الحته دي؟ انا الماتش اللي فات قدام قاسم باشا عامل جون وجايب وعامل اسيست كويس. الماتش اللي فات عندي في المجمل 7 اسيستات او 6 اسيستات، وعندي جونين في الدوري من حوالي 13 ماتش. ما شاء الله، واحنا بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله قريب يعني تكون البدايه عندنا هنا من الاشبال، وتبدا ان شاء الله تكون موجود في منتخب مصر. الله يخليك يا استاذ اسامه، الله يخليك يا كابتن. هنتابعك ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، ونتابع كل زمايلك المحترفين في تركيا وفي كل البلاد. يشرفني طبعا يا كابتن على دماغي. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا. احمد عثمان لاعب فريق شباب الانيا سبور التركي، وزي ما بقول لحضراتكم دي خطوه هتكون موجوده عندنا في برنامج الاشبال بصفه مستمره، دايما نسلط الضوء على المواهب المحترفه خارج مصر.